نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اللي بيواصل التدريبات في معسكر برج العرب، وده استعدادا للموسم الجديد واللي بدايته هتكون ببطولة السوبر المصري. الفريق بيتدرب على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وكان لعب مباراة ودية امبارح مع الأولمبي وحقق الفوز، وهيلعب يوم 5 مع سموحة ويوم 6 مع البنك الأهلي في ختام المعسكر. كان الفريق بدأ معسكر برج العرب يوم الخميس اللي فات، وده استعدادا لبطولة السوبر المصري واللي هيلعب فيها الكوماندوز يوم 10 سبتمبر الجاري مع سبورتينج ويوم 12 مع النادي الأهلي. نروح لخبر مؤسف وحزين شوية للأسف، وهو تعرض محمد بسيوني مودي لاعب فريق يد الزمالك للإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق الودية امبارح ضد الأولمبي. مودي أجرى أشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات اللي فاتت لتحديد حجم الإصابة، ولكن اكتشفوا أنه هو جزع في الرباط الصليبي وهيغيب من 4 لـ5 أسابيع للأسف، ولكن يعني الحمد لله إنها جت على قد كده، والحمد لله إن الموضوع جزع بس في الرباط الصليبي، وإن شاء الله يرجع لنا في أسرع وقت ممكن بإذن الله.